لا يبحثون عن كنز ضائع وسط الرمال، فمهمة فرق الجيش الوطني وسرايا الهندسة تطهير الأرض وتنظيفها، ولكن هذه المرة من الألغام التي زرعتها الميليشيا. وسيلتهم في النزع عصيهم وأياديهم، فالكشافات لم تعد تجدي نفعا مع كثرة مخلفات الحرب من رصاص وشظايا، إضافة إلى أن صنع الألغام الحديثة أصبح في معظمه من المواد البلاستيكية الذي لا يتعرف عليها الكاشف المعدني. في حريب وعسيلان المحررتين كما في حجة والمناطق المحررة في تعز، تعمل الفرق الهندسية بتأن وحذر لإزالة الألغام المزروعة في كل مكان وحتى على الطرق العامة. يسيجون بعض الحقول التي لم يطهروها بعد ويضعون العلامة لها، بينما ينهمك البعض الآخر في مواصلة تنظيف المكان من الخطر القابع تحت التراب والذي أدى إلى مقتل وجرح المئات منذ بداية الحرب. وفي الغالب تفرض الإمكانات المتواضعة على أفراد المقاومة استخدام طرق بدائية قد تعرض حياتهم للخطر. بحسب مصادر عسكرية، فإن شعبة الهندسة العسكرية بالمنطقة الثالثة تشكو من شح الإمكانيات والتي أخذت على عاتقها مهمة التعامل مع آلاف الألغام التي خلفتها الميليشيا في ظل غياب تام للمنظمات المحلية والدولية. يخشى اليمنيون أن تحول الألغام حياة كثير منهم إلى جحيم حتى بعد التحرير، فقد زرعت الميليشيا أعدادا كبيرة منها في مختلف مناطق اليمن وبشكل عشوائي.